شيفر سانتي. في شيفر سانتي نقدموا لكم أهم الأرقام الرسمية التونسية، وخاصة اللي عندها علاقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بصحة التوانسة، وخاصة مش حكي لكم على رقم عنده أثر سلبي على البيئة وبالطبيعة على صحة التوانسة، واليوم باش نحكي لكم على الحرائق اللي يفتك خاصة بغابات جندوب. وحسب وزارة الفلاحة فإنه الحرائق اللي جدت بغابات ولاية جندوب خلال صيف 2021 والبالغ عددها 130 حريق أتت على مساحة قدرت ب 3676 هكتار خسائر جملية ناهزت 12.5 مليون دينار دون اعتبار الأضرار البيئية الأخرى، وفق مواردة في التقرير الصادر عن لجنة الفلاحة والصيد البحر. وقدرت الأضرار اللي لحقت المساكن والأشجار المثمرة والحيوانات والمساحات من الحبوب والعلف وبيوت النحل ووسائل النقل بنحو 1.9 مليون دينار، وشملت 27 متضرر بمعتمدية غار الدماء وبتقديرات في حدود 225 ألف دينار، و209 متضرر بمعتمدية فرنانة بتقديرات في 1.6 مليون دينار. هذا في نفس التقرير. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم. شيفر سانتي.